أهم العرس صراحة هو ما بعد العرس، هو الإنسان حياته يعني تكون سعيدة ومستقرة الحمد لله. كنا كيف ما قلت لكم كنا موجدين حنا كل شيء بسبب الوفاة ديال جد ديالي الله يرحمه، هو السبب اللي خلانا صافي. أنا دائما كنشوف والله أعلم أن الحياة السعيدة دائما بالنسبة للفنانين، فاش كنشوف لان انا عن قرب معاهم اكثر، كنشوف ان الانسان شحال ما بعد على السوشيال ميديا شحال ما حياته كتكون اسعد بصراحه. وما يبقاوش الناس يتيقوا بزاف ديك الصوره اللي كرسموها سواء النجوم ماشي غير الفنانين، كنهضر على المشاهير بصفه عامه. انا نقدر نطلع نمثل انني سعيده في مواقع التواصل لكن الواقع مختلف تماما. فانا باش نتفادى هاد الشيء كامل نخلي الحمد لله عايشه حياه سعيده بعيده على الاضواء، حياتي الخاصه سلمى الفنانه اللي ملك الجمهور اكيد وتحت الاضواء. ولكن باقا كناخذ النصائح ديال كل شيء، اولهم جمهوري كاينه ان شاء الله بسلسله رمضانيه اللي هي زهر البيت، وان شاء الله على القناه الثانيه كنجسد فيها دور البطوله شخصيه الباتول. غتكون سلسله من 4 حلقات ان شاء الله على القناه الثانيه. نتمنى الجمهور ان شاء الله انعتنا الاعجاب، ويا رب نتاكد ان غتنا الاعجابهم لان سلسله جميله جدا فيها طاقم عمل كبير ورائع ونجوم مغاربه اسماء يعني كبيره، وهي اخراج المخرج الكبير هشام جباري والسيناريو مريم الادريسي.